مثل سوري أثبت بحضوره وأدواره المتقنة موهبته الفنية العالية. هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ومن أشهر أعماله بالدراما التلفزيونية مسلسلات أسير سالم، باب الحارة، غزلان في غابة الذئاب، هيك تجوزنا، زمن البرغوث، وغيرها أيضا من الأعمال. ليا هالسنة كان له مشاركة بمسلسل وحدهم وأيضا بمسلسل غضبان. لنحكي أكثر عن هالأعمال بصرنا نرحب بضيفنا الفنان معن عبد الحق. أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم، وكل عام وأنت بخير، كل عام دائما وأنتم بخير. ضيفنا. الله يسلمك، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، والأيام إن شاء الله القادمة تكون كلها أعياد. ان شاء تسلم. الله ان شاء الله يا رب ينعاد عليك وعلى عائلتك ايضا بكل تسلم. الخير. الله يخليك. معا بالبداية خلينا نروح لدورك بمسلسل وحدهم، خلينا نحكي عن هي الشخصية يلي هي تجسدت برمضان 2018. هو احيانا بتبقى في بعض الادوار ضمن مساحات محدوده، لكن هي يعني بيبقى لها خصوصيه، لها قصه خاصه، لها حضور خاص بالعمل. فينطبق هذا الكلام، يعني يمكن شيء بيشبه مثل ما ذكرتي اللي عم تحكي زير سالم، كذا كمان كان عندي هيك دور ضمن مساحه لكن له قصه خاصه. ك يعني اصلح يعني هذا النوع من الادوار اكثر من مره بيتكرر معي الطلب له، اللي هو بيبقى فيه مثل ما حكيت انه قصه دائما له بصمه، يعني له قصه خاصه، له فكره خاصه، ويعني مختلف بتلاقي، يعني حتى مسلسل وحدهم كان مختلف بطريقه الطرح والسيناريو والقصه اللي تناولها، يعني اللي بيحضر اول حلقاته وبعد اربع خمس حلقات بفوت بالتفاصيل، هي قصه مختلفه فينا نقول، فيها كثير من التفاصيل اللي بينلعب عليها تماما. وضمن يعني الانتاج، ظروف الانتاج اللي عموما يعني عشناها سواء خلال السنوات الماضيه او خلال هي السنه، يعني بعتقد انه الاعمال اللي انتجت على الاقل يعني هي ادت المهمه، بمعنى ان استمرار حضور او انتاج الاعمال السوريه والدراما السوريه طبعا يعني المأمول هو الافضل كما ونوعا، لكن هذا بالحد الادنى. اعتقد انه في عمل عملين ثلاثه عملوا حضور على الاقل، يعني تمت مشاهدتهم، الانطباعات عنهم يعني ايجابيه، او على الاقل في متابعه يعني جيده، حظوا بمتابعه جيده. بس حتى قصته للمسلسل تختلف بطريقه الطرح، يعني اللعنه والنساء كيف يعني هو لك شغله، يعني بعتقد مخرج عمل الاستاذ نجدت عموما ميال لهي الخيارات دائما، ممكن نقول فيها جانب يعني مطروحات فلسفيه، فيها جانب رؤيه خاصه مختلفة. مثل ما هي رؤيه بصريه كمان هي رؤيه فكريه، فبعتقد انه هو ضمن هذا النمط من تقديمات الاعمال. ممكن خلال السنوات القادمة كمان يعني لا بأس، إنه بعتقد كل هاي النماذج، كل هاي الألوان من الأعمال الدرامية حلوة إنه تتطور وإنه يتم إنتاج المزيد منها مع تنوع أكبر. طبعا رجعنا نحن بحاجته، لأنه عم نفتقد، يعني شفتي السنة غياب كبير لأعمال كوميدية، يعني كوميدية والبيئة الشامية أيضا كمان. أنا بأخذ الحديث على الكوميدية أكيد نعم معنا، لكن خلينا كمان ننتقل للمسلسل يلي تم تصويره، يلي كان لازم يطلع أيضا بالدورة البرامجية برمضان أو دورة ما بعرف الدراما، أسباب التأجيل هو غضبان يعني. تماما مسلسل غضبان تمام. خلينا نحكي كمان ليش تأجل وشو هي شخصيتك. رح صير غضبان بالدبان عجل بالدبان مش معقول الدبان لا هو أنا ما بعرف شيء عن أسباب التأجيل حقيقة، يعني قد يكون، بقول قد يعني ما بعرف، يعني إذا تقديري صحيح، ضمن كل الظرف اللي عم تعيشه إجمالا في صعوبات عم تعاني منها صارت معروفة، بعتقد حتى بالنسبة للناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الناس كلها صار عندها فكرة عن صعوبات عموما يعني عم يعيشها إنتاج الدراما بسوريا، من مسائل بشكل أساسي، مسائل تسويق الأعمال، وهذا عم ينعكس يعني على كل مفردات العمل الفني يعني. بالإضافة لحالة الحرب اللي عم نعيشها، يعني أنت عم تشوف تماما. مشكلة بالتسويق والإنتاج وفي ظروف، صحيح ظروف الأزمة، بس أنا بدي لك في يعني بس هي كانت حافز نوعا ما لأنك تكمل وتشتغل طبعا بطريقة هذا معينة. نشوف رح لك شغلة بالسنوات اللي يعني أنا خلينا نقول إن شاء الله نحن يعني بعد إتمام المرحلة الأخيرة الحمد لله تحرير دمشق وريف دمشق واستعادة يعني معظم الحمد لله، ورايحين إن شاء الله لإتمام التحرير،
المفروض انه بقى نحن نفوت بموضوع الانتاج الدرامي بقى مرحله جديده، يعني بمعنى مرحله مختلفه عن السنوات القاسيه بالازمه، لانه مثلا من المفارقات اللي يعني مؤسفه انه نحن يعني هي السنه مع انه نحن الحمد لله يعني انجزنا بالوضع الامني، الوضع العسكري، الوضع الاقتصادي المعيشي، يعني كان في امور عم تتحسن، اجت بسنوات اصعب من هي السنه كان في انتاج درامي افضل. افضل صح، عرفتي يعني هي ما بعرف شو السبب، يعني في صعوبات عم تواجهها الدراما، كان عدد الاعمال اكبر وكان اضخم، كان افضل كما ونوعا، عرفتي كيف، بسنوات ظرفها اصعب، يعني نحن الحمد لله بالسنه الماضيه طلعنا، يعني ما بنقول بلشنا نطلع على بنقدر نقول طلعنا، فبعتقد خلال السنوات الجايه المفروض انه ينعكس هذا الشيء بقى على الدراما، شو يعني القائمين المعنيين بشكل مباشر بهي المساله كيف ممكن يقدموا حلول، سواء من خلال القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع المشترك، يعني لأنه العناصر الأساسية لأنك تعيدي انطلاق بموضوع الدراما البيئة الآمنة الحمد لله، فهذا صار موجود وكلياتنا يعني عنا حافز ورغبة أنه تستعيد الأعمال السورية على الأقل، ما عم نقول نحن يعني 100% بس تستعيد يعني رونقة من أول خطوة خطوة تماما. معنا يمكن شفنا كتير من الأعمال المشتركة ولكن يمكن دائما النجوم والمخرجين عم يكونوا سوريين، طبعا خلال شهر رمضان المبارك طلعت على بعض المسلسلات، خلينا نحكي شو هو الشيء اللي جذبك أكثر من شيء، ويمكن اللمسة السورية هي واضحة بالشغل وبالنجاح. لا شك، يعني شوفي رح أقول لك شغلة، نحن ما بيبقى الواحد يعني نحن نكون كمان مو إنه من مبدأ لا عم يمدح بحالنا ولا شيء، في معطيات واقعية، يعني هلا أنت عم تحكي عن بلد خرج مجموعة كبيرة من المخرجين نعم. تماما من المخرجين اللي سواء من الجيل الأول ومن الجيل الثاني، يعني صار عنا أجيال من المخرجين شباب، ودائما أنت بتسمعي هون بسوريا في ناس عندها رغبة، يعني عم تعمل محاولات من لا شيء، أحيانا يعني بتدفع من جيبتها، يعني بتروح بتجيب مشان تعمل لها فيلم قصير، مشان تعمل لها في البنية التحتية الفنية موجودة، فهذا الشيء اللي بنشوفه هلا ضمن الظرف اللي عشناه لما في خبرات سورية سواء بالإخراج أو بالتمثيل أو بالمجالات الأخرى، بالإضاءة، بالتصوير، بكل المجالات، بالمكياج، عملت أعمال خارج البلد بالدراما عموما العربية، أكيد لا شك أنه كانت هي الرموز الأساسية بهي الأعمال. هذا ما أنه مستغرب، أنا بقول شغلة أنه أنا بانتظار دائما أنه العمل الفني بسوريا، أعتقد يقينا أنه بالنهاية يعني مثل ما يقول سيعود الجميع للعمل بسوريا، أكيد. لأنه المسألة مو هي بس، لأنه مسألة كمان في هوية، في هوية للعمل، في هوية للموضوع، يعني الـ 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 الدراما الـ 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 اللي شفناها ضمن مسمى دراما عربية حاليا، يعني كثير من عناصر الفنية ممتازة وجيدة جدا، لكن وهذا بننسبه نحن دائما أنه كثير من العناصر الفنية دائما في لمسة سورية، يعني بأي عمل عربي مشترك عم يكون في سيناريست سوري أو مخرج أو فني. هلا عندك ثلاث مسلسلات، يعني عندك مثلا الهيبة، عندك طريق وتانجو، وطريق وتانجو انت طلعي عليهم، هن يعني شو بدك، الاعمده الرئيسيه بهي الاعمال، ان كان بالاخراج ان كان بالبطوله، هن سوريين صحيح. وهذا برجع بقول لكم مش مستغرب، يعني نحن ما عم نحكي عنه كانه لا، بس الفكره انه بالعمل اللي بسميه انا ضمن الجغرافيا، يعني او ضمن العمل المحلي بسوريا، بيرجع بيطرح الفكره، بيرجع بيطرح الموضوع، هذا الشيء اللي نحن جميعا يعني او الفنانين انت هنيك مضطر تخضع له. هون بسوريا لا، تيجي بتطرح موضوع بظن انه بيهم على المستوى المحلي والعربي اكثر بكثير، يعني حتى لما نحن كنا بالدراما مثلا نحكي مثلا باعمال بفتره من فترات عن العشوائيات وعن الظرف الاجتماعي للعشوائيات صحيح. وكل ما يتعلق بالعلاقات الاجتماعيه، كانت هاي الاعمال تنقل وتحظى بحضور عربي لانه تلامس هم وجع وجدان عربي عام، رغم انها هي وجع مشترك تماما، كانت مغرقه نقول باحياء بنعرفها بمحيط العاصمه والى اخره، ف
بس كان شو هذا هم رغم انه مساله محليه. فبالتالي انا هذا الجانب اللي بحكي عنه بالانتاج هون بيستعيد الفكره استعيد الموضوع. لاحظي هلا في بعض القنوات عم تعيد الاعمال السوريه اللي هي تقريبا من الحقبه بين 2000 و 2010 لاحظي مثلا انه في حضور لها لهي الاعمال ما زالت حاضره في وجدان الكل تماما لانه هي عناصرها كلها جميله وبتنطلقي من الاساس من القصه والوصول للممثلين وللاخراج لكل العمل الفني. فبعتقد انه المشاهد السوري بالدرجه الاولى والعربي عموما عم يفتقد لهذا النوع من المواضيع. نحن بهي الفتره ما عوضته مسائل الدراما اللي سميت صح. عربيه يعني. طيب خلينا نحكي عن واقع دراما السوريه اليوم في ظل ظروف الحرب اللي عم نعيشها والحاله الاجتماعيه وانعكاسات الحرب على جميع مفاصل حياتنا. عم نشوف دائما العمل هو تفاصيل حياه عم نعيشها بشكل يومي، بس قديش عم تشوف هيدا الشيء يمكن صحي وطبيعي وبنفس الوقت عم يتناول الواقع اللي عم نعيشه بطريقه صحيحه او كما هو؟ هلا خلال السنوات السابقة تقدمت مجموعة من الأعمال، مجموعة من النصوص اللي هي حاولت أن تحكي عن ظروف الأزمة القاسية، عن واقع المعركة اللي عايشينها بمختلف جوانبها، يعني إن كان معيشيا إن كان ميدانيا كل جوانبها. هلا بعتقد مع إن شاء الله يعني مع هاي الخطوات اللي حققناها مؤخرا الحمد لله، يعني ممكن إعادة التفكير بطبيعة المواضيع، الهم وين أنا بدي وجهه، الشيء اللي أقرب للناس أكثر، الأمور ممكن الأمور يعني في مسائل كتير معيشية، في مسائل اجتماعية، لأنه هي 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 الأزمات اللي أكثر ممكن إنك أنت تروحي لها ككاتب. هلا إذا بتحكي بمواضيع ما عم نحكي يعني بالضرورة بس عن الكوميديا، بس عم نحكي بأعمال القصص حتى التراجيدي. الكوميديا الساخرة غابت هالسنة إذا موضوع الكوميديا هي موضوع آخر، نحن عم نحكي بس عن الأعمال الدرامية. تمام، الأعمال الدرامية عموما يعني بعتقد إنه المواضيع الاجتماعية، المعاناة الاجتماعية، المعاناة المعيشية، في جوانب كتير إلها، واللي برجع بقول لك شفنا جزء منها يعني حتى قبل الأزمة كانت المعالجات إلها معالجات قريبة جدا وممتعة، يعني طريقة طرحها وطريقة معالجتها هذا اللي يميز دراما السورية نوعا ما. طبعا يعني الموضوع أنت بتبلشي من الموضوع. هلا أقول لك شغلة، يعني ممكن يكون نقد هذا نعتبره، بس أنا مثلا بعتبر إنه الشغلة الأساسية اللي بتربط بين المشاهد وبين العمل الدرامي هو شو القصة، شو الفكرة، شو الموضوع اللي عم تطرح لي إياه، قد بحس هذا الموضوع بيشبهني وعم يلامس الواقع وبيلامس مجتمعنا وبيشبه مجتمعنا. هذا العامل الأول. لازم يكون في ذكاء بالحبكة معا، لأنه يعني نحنا ملينا منها، يعني تعبنا زهقنا من يعني من هدول القصص، كمان بدنا نرجع نشوفهم بالدراما. لا مثلا انا كشخص بفضل اضحك او احضر شيء. هذا اللي عم اقول لك انه لازم اعاده يعني طرح مواضيع تناسب المرحله اللي البلد صار فيها. يعني انا باللحظه اللي كنت فيها يعني مثل مرايا، مثل يوميات مدير عام، تماما يعني تناقش هدول المواضيع. انا بفهم انه باللحظه اللي بكون انا فيها باشتباك شديد ومباشر وظرف البلد كان ظرف قاسي تماما بكل المجالات، أكيد الدراما ما فيها تروح تنفصل تماماً وتروح تقدم مثلاً للمشاهد شيء صح. كتير كتير بعيد ما أنه منطقي، بس باللحظة اللي الظرف العام يشهد تحسن على كل المجالات كمان هذا الشيء طبيعي إنه تلحقوا الدراما. وهذا الممتاز في مسلسل بقعة الضوء، يعني تناول الأزمة لكن بطريقة من الكوميديا هو حتى لحظة بقعة الضوء يعني لهيك غابت هاي السنة، يعني كل افتقد لهي السنة لو نوع بقصة إنه هو مثلاً بسنة من السنوات لاحظ إنه مثلاً الهم الاقتصادي للعالم كان أولوية، استلم كل الأزمات الكهرباء المازوت، كان في قصص كثير راحت بهذا الاتجاه. بسنة أخرى كان مثلاً الحديث عن التنظيمات الإرهابية وحالة السخرية عموماً من حالتها كان كمان أولوية. هذا تحدي أمام العمل، عرفت كيف؟ بفهم غيابه أحياناً أياً كانت الأسباب، ما كتير عندي فكرة عن الموضوع، بس تحدي سنوي أنك دائماً أنت يكون عندك ضخي مجموعة جديدة من القصص من الأفكار، لأنه عندك عمل عم ينتج سنوياً. يعني كمان هي مسألة تحدي في نسبة مشاهدة. هلا عم نشوف مختارات من جميع أجزاء بقعة الضوء ال 13 وعم الناس بعدها عم تتابع بنفس هيدا الشغف، يعني موجود وحاضر. لا صح. بيناتنا، لأنه كمان لا تنسي أنه الناس تفتقد يعني لأي عمل، يعني هلا ما في السنة شيء كوميدي بحسب هيك يعني متابعات، ما بعتقد انه في عمل يعني اشبع هيك، انه مساله انه الناس ناطره شيء تضحك تشوف الكوميديا. يعني كان السنه في غياب، عرفتي كيف؟ هلا عسى يعني طب ما جاوبتني اي اكثر مسلسل هيك شدك؟ هلا انا يعني عندك كذا خيارات. هلا عموما لا لك شغله، مش
مو بس المشتركين في صحيح. أنا بعترف لك قصة، أنا ما كتير كنت برمضان مشاهد يعني متابع. كنت عم تابع عملي. ما كتير يعني مسألة الأعمال يعني ما كتير تابعت بشكل كامل يعني، بس شفت أكتر شيء يعني شفت الهيبة يعني أكتر، شفت طريق شوي كمان يعني هاي الأعمال، شفت روزانا بالأعمال المحلية، شفت طبعا يعني بقول لك شفت إني كون شفت فوضى مثلا، فوضى وشبابيك يعني. هلأ هدول بشكل أساسي إنه شفت أجزاء منهم مو بشكل كامل يعني، وفي بعض الأعمال الأخرى كمان مرقت عليها، بس إنه يعني ما مو بشكل إنه متابعة بشغف. أنا برجع بقول لك إنه هذا العمل اللي بيحظى تماما بمعنى إنه بيعملك شغف بالمتابعة، يقعد وأنت تصير تتابعي يعني. أنا بحب أرجع لمثلا أيام تكسر الريموت كنترول بس تطلع برجع مثلا أيام مسلسل الانتظار مثلا، عرفت كيف؟ مثلا أعطيكي مثال على سبيل المثال يعني، مسلسل الانتظار، مسلسل زمان العار، مسلسل أحلام غزلان كبيرة، مسلسل غزلان في غابة الزئاب، مسلسلات كثير ما بدي أسمي وأنسى يعني، عرفت شلون؟ بس هي الفكرة أنه يعني هذا النوع من الأعمال بيروي يعني، هي كثير هيك قريبة بتحكي شو بدي اقول لك يعني، كيف بتفكر الناس عنها، كيف بيفكر حتى، لانه اللي عم يحضره بيشوف حاله فيها، اللي عم يحضره ما في بيت مثلا لما يحضر عمل بيشوف قصه مرقت عليه بتشبهه بشخصيه ايه، فيها هويه، فيها الهويه يعني هون بمعنى الهويه الفكريه، الهويه المعيشيه للناس، الظرف، البلد. انت حتى لما بتشوفي سوريا بالدراما هذه مساله بالمعنى الفني معلش بشوي هون اعتبر منحاز، بس برأيي بالمعنى الفني فيها قيمة أعلى. صحيح. لما بتشوفي سوريا، أنت لما بتشوفي بلد يعني كمان البلد اللي عم يتم العمل فيه، العمل الفني لما تشوف يعني أنت لما بتشوفي الناس حلب، لما بتشوفي الشام، لما بتشوفي اللاذقية، لما بتشوفي سوريا، وهذا لمسناه سابقا بضيعة ضايعة، لما عرض المسلسل تلاقي العالم كله بدها تعرف هي المنطقة يعني، الجغرافيا والسياحة والديموغرافيا بسوريا جزء من مفردات العمل الفني، عم تعطي قيمة كمان للعمل الفني، لذلك بفتقدها. أنا بفتقدها بصريا وبفتقدها فكريا يعني. مثلا كنت عم تسألين مسلسل وحدهم مثلا كان بسويدا، راح عرفتي كيف؟ أنت هذا الشيء كمان بحاجة دائما الدراما تطرحه مثل ما كان سابقا، هذا دائما موجود مثل ما تفضلتي قبل شوي ضيعة رحنا على كلياتنا قررنا نزور المكان يعني يتم فيه تصوير العمل من قد ما حببك بالمنطقة وبالمكان والطبيعة، كمان بخربة بسويدا، مجموعة من المواقع بحلب السنة كمان بروزانا يعني. هذا كمان جزء من مفردات العمل الفني، ما هي بس مسألة سياحية يعني، عرفت كيف؟ بعتقد إن شاء الله كمان هاي المفروض إنه الأعمال الدرامية دائما تكون موجودة. طيب خلينا نحكي عن غياب الكوميديا هالسنة، فينا نقول هو الغياب افتقار. الكوميديا كانت بافتتاح كأس العالم نوعا ما، كان أكبر كان عوضت غياب الكوميديا حاضرة بشكل واضح، بس يعني هيدا التعليقات على المباراة عوضت غياب الشعب السوري، مو معقول بالتعليقات. بس خلينا نحكي عن الافتقار يمكن للنص فينا نقول، ولا السيناريست، لشو كان الافتقار فينا نقول هاي السنة؟ هلا هي عموما او السخريه يعني، الكوميديا الساخره بدها طريقه معينه للطرح. هلا شوفي هي بالاساس يعني الكوميديا حتى يعني السنه وغير سنوات صار لنا فتره هيك ما شفنا عمل بمعنى نص فقيرة. كوميدي. انا برجع بقول لك في بعض الاعمال القديمه اللي عم تنعاد لا تزال عم تحظى بحضور، مثلا بنشوف يوميات مدير عام الجزء الاول، اخراج استاذ هشام شربتجي، بطولة استاذ ايمن زيدان. لما بتشوفه هلا في بعض كثير قنوات ترجع بتعرضه، وهي ما بيكون خالص على قناه ثانيه من شهر، ودائما الكوميديا حاضره مع الاستاذ، بتروح العالم بتحضر مره ثانيه. انا اعطيت مثال طبعا، في اعمال اخرى يعني كمان حلوه، العيلات تبع عائله خمس نجوم يعني، عائله خمس نجوم يعني مثلا يعني الكوميديا حاضره مع الاستاذ الكبير دائما هشام شربتجي يعني. هي طبعا انا ذكرت هذا المثال مثلا يعني، بس انه مثلا لاقول فكره انه بدك بالاساس نص، بدي نص وطبعا بدي مخرج، عرفتي كيف يعني؟ لحتى هلا هاي الشروط بالفتره الماضيه ما بعتقد ما كان في مشكله يعني. انا ما حتى سواء كنت موجود او مو موجود، اعمال قدمت نصوص كوميديه بالمعنى يعني المهم، ما بعرف صرنا فتره ما مرق يعني، يعني ما شفنا هيك ما مرق بطل من هذا الزمان بطل من هالزمان زمان ما مرق معنا. على السريع خلينا نروح على شيء كتير بتحبه أنت، وهو كرة القدم أو المونديال. أول شيء أنت مع مين؟ ثاني شيء شو هو المشهد الكوميدي اللي كنت عم تحكي لنا عنه بعد شوي؟ يلا أول شيء أنت مع مين؟
هلا عموما انا بقول لما بيسالوني بالانديه الاوروبيه بقول انا مش بجاي حدا حقيقه، يعني ما بحس برغبه بين شيء، بس بكاس العالم دائما ميال للفرق العربيه وفرق امريكا اللاتينيه. هذا بالعموم، هذا بالعموم، هلا بنحكي بالتفاصيل. هي الحلقه يعني انا لما بقول لك فرق عربيه، انا مثلا الجزائر بالمونديال الماضي، بكاس العالم الماضي بالمفردات العربيه، كاس العالم الماضي الجزائر كان حضور ممتاز. صحيح. انا كمان بيهمني شغله انه الفريق العربي اللي عم يشارك يحسسك شوفي كل شيء مرتبط ببعضه. اللي ما بيعرف يقاتل بالميدان ما بيعرف يقاتل بكرة القدم طبعا، بالآخر طبعاً. عرفتي كيف يعني 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 هاي كمان ميادين بدها قتال وبدها رجولة، عرفتي كيف. أنا مبارح خسرت مصر زعلنا، أنا زعلت لأنه حرام مبارح تماما خسارة إجت بتوقيت قاتل وحرمت من حضور نجمة، يعني والنجمة العربي محمد صلاح، محمد صلاح حرمت ظلما فعلا يعني وبدقيقة قاتلة يعني، عرفتي كيف. بس الفكرة اللي بدي أقولها أنه أنت بدك فريق تشعري أنه هذا فريق خرج بغض النظر حتى لو خسر، حتى لو خسر بس هذا فريق خرج يعني يكون أدى، يعني عرفتي كيف، عم يلعب عن جد، عنده مقاتل، فريق من ظروف من بلد مو محطوط عليه ما بعرف كم مليار وطالع عرفتي كيف يجيب نتائج حلوة كتير، ثمانات وخمسات يعني وهالقصص هي. فأنا هذا اللي بيعنيني، عرفتي كيف. على سيرة الكوميديا، لا أنا التعليقات الملفت، كتب صديق على الفيسبوك تعليق، هو أحد الدكتور حسام مطر اللي بتستضيفه الإخبارية السورية أحيانا يعني خلال الاتصالات، كتب ملاحظة ظريفة أنه الخسارة اللي تلقتها السعودية 5-0 بالافتتاح، التعليقات عليها، تعليقات ردة الفعل عليها مو مننا نحن، ما عم بحكي عن السوريين او هيك مفهوم، نحن بجوز عنا يعني احيانا عنا ردود افعال مبرره برايي، عرفت كيف. لكن شوفي الدول الاخرى، شوفي المصريين، شوفي المغاربه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما حظيت باي تعاطف، لا ما حظيت باي تعاطف. ليش؟ واللعب كان مقاتل، لانه اللي قادر يشتري الانظمه بالمال مو قادر يشتري الشعوب ولا حب الشعوب ولا قلوبها. بجوز قادر انه هو يدفع هون وهون وهون، لكن مو قادر يكسب التعاطف. بينما شوفي ردة الفعل على مصر، على مصر شوفي ايه. الفيسبوك كله مبارح تماما، يعني بتضل هذا اول شيء لانه مصر اولا فعلا يعني الفريق لعب صحيح وكان ادى يعني، بس انه المهمه صعبه. ولكن انا شفت مبارح مباراه اسبانيا والبرتغال، واضح لك شغله، في فوارق يعني مفهومه اسبابها، يعني في فوارق كبيره بالمستوى. يعني مبارح مثلا مثل ما قال المعلق، كان عم يحكي المعلق اللي بيستخدم سجع طول الوقت تونسي ايه، وبضل انا بعد المباراه شي ساعه عم بحكي سجع بضل بذهني مثل ما كان عم بيقول انه مبارح بلش كاس العالم، بمعنى فعلا هاي المباراه شفناها تبع اسبانيا والبرتغال، الحقيقه كانت مباراه تاريخيه فعلا. هذا مستوى بتقولي انه في فرق، كان في قتال 3-3 تماما. بس انا بقول لك في فرق عربيه انك تشوفها تقاتل. هلا انا املي الحقيقي بالفرق العربيه، خليني اقول لك، هو بين مصر كان، بس مصر صارت مهمته صعبة شوي ومهمته صعبة، لكن تونس يعني بانتظار أنا مباراة تونس، بعتقد أول لعبة لها مع الإنجليز، اللي أنا بحبهم كتير للإنجليز، يعني معروف كتير قديش يعني الأدمانون كويسين معنا يعني. فأول مباراة إن شاء الله الفريق التونسي بتوقع يعني، يا رب نتمنى له، بتوقع التونس رغم أنه مهمته صعبة كمان، لكن بتوقع أنه يعني أكثر فريق بعتقد أنه مؤهل أنه يعمل شيء يعني إذا كان ممكن، ونفتقد الجزائر ونفتقد منتخبنا أكيد. نتمنى توفيق لجميع الفرق العربية اللي عم تلعب بكأس العالم. نتشكرك فناننا معن عبد الحق، يمكن الوقت بيخلص معك بسرعة، لكن لا بالعكس الحديث جدا نطلع من الرياضة ممتع معك. نتمنى لك التوفيق وشكرا كثير لوجودك معنا. كل عام وانتم بخير، الاخباريه السوريه كل عام وانتم ضيفنا الدائم، لكل اعلامنا بنتمنى له التطور والتقدم دائما، وان شاء الله عيد ورا عيد البلد الى اتمام الانتصار بهمه الجيش العربي السوري والمقاومه ان شاء الله. ان شاء الله، ميرسي كثير، ينعاد عليك، شكرا كثير يا معك.